السلام عليكم أصدقائي المتابعين، شلونكم أخباركم؟ أتمنى لكم خير وصحة وعافية. اليوم راح نحكي عن تخصيص القناة. بس قبل أن نبدأ أتمنى منكم تشتركون بالقناة، تفعلون زر الجرس، تشغلون الإشعارات، تكتبون أسئلتكم تعليقاتكم التعليقات، تشوفون الفيديوهات بالوصف بعد ما تشوفون هذا الفيديو، لأن هذا راح يدعمنا، خلينا نوصل 10,000 مشترك ونفعل الستوري بالقناة. خلينا هسه نبدي نشوف شلون نخصص القناة، شلون نرتبها. دوسون على صورة القناة ماي شانل أو قناتي، تطلع لكم هاي الواجهة مالت القناة. تخصيص القناة هو مقصود بها تبديل كل هاي الواجهة، شلون ترتبوها الفيديوهات التفاصيل. بالنسبة للفيديوهات راح تدخلوا له من هنا، الحذف والتعديل وكل الأشياء راح تصير من هنا. كل فيديو راح يطلع من الأزرار مالته، تقدرون تدخلونها تشوفون تفلترون الفيديو على حسب نوع الفيديو، إذا محقق دخل، إذا عليه حقوق أو ما عليها، أو الأعمار المخصصة، كلها راح يطلع لكم إياها حسب الفلتر. مثل هذا الفلتر أكو تختارون، راح يطلع لكم إياها على أساس تبدلون تعدلون تحذفون وتضيفون. مسألة كلش بسيطة، بس احنا اليوم حاجين عن الواجهة مالت القناة. الغلاف تجون من هنا او الصورة من هنا، اثنينهم راح اوديكم على نفس الواجهة. فانا راح اشرح على صورة القناة، بس الكفر هو نفس الطريقة، لانه راح يبين عندكم هنا اثنينهم من هنا. دوسون على تشينج، تختارون الصورة من الاستوديو، تضبطوها وتخزنوها. نفس الشيء الكفر تشينج، بدلوها راح يطلع عندكم هنا. شوفون شلون راح يبين للجمهور الواجهة مال الموبايل مال اللابتوب مال التلفزيون، لأن اكو ناس تشوفوها على التلفزيون. وهاي العلامة المائية تطلع بالقناة حتى الناس ينتبهون لاسم القناة ويشتركون. هم تقدرون تخلوها أو تشيلوها، تمام؟ هنا عندنا هذا مهم، هذا مهم. أول واحد الفيديو الدعاية مال القناة، الناس اللي ما مشتركين بالقناة يشوفون هذا الفيديو لما يدخلون على قناتك. تقدر تخلي ترويج لنفسك، قناتك، خدماتك، على حسب نوع المحتوى مال القناة. هنا الناس اللي موجودين بالقناة كمتابعين يطلع لهم هذا كل ما يدخلون، تمام؟ وتبدلوهن منه، أما تحذفوها أو تبدلوها، يعني نحذف من هنا بس الفيديو يبقى منشور بالقناة. هاي تبدلون مكانات القوائم التشغيل من خلال السحب بالشكل، بدلوه فوق جوا شلون ما تردون. أنا ما راح أبدل شي لأنه كلهم ضبطتهم قبل فترة، وضفنا قائمة تشغيل جديدة اسمها لايف والبث المباشر، راح يكون كلها بها فيديوهات البث المباشر. وإذا ما ترضون واحدة من هاي القوائم تحذفوها حتى ما تطلع بالواجهة، بس هي تكون موجودة بالقناة. البيسك انفو اللي هو المعلومات العامة مالت القناة، هنا الاسم تقدر تبدله، هنا المعلومات الوصف يكون بلغتين، يكون شيء قصير عنك عن القناة، هدفك بالقناة. اكو ناس يكتبون شيء يضحك يجيب نتيجة أكثر، ما أعرف يعني واحد يكتب أنا أحب البطاطا مثل دايلر، بس هاي الجملة كاتبة أبو فلة أشهر يوتيوبر عربي حاليا، كاتب أحبكم حاط قلب بس. يعني أنت حسب شنو تريد تكتب. هنا إضافة اللغة صار مثل ترجمة للقناة المعلومات، مثلا خلينا نقول هنا أنت تختار مثلا إنجليزي، تكتب اسم القناة باللغة الإنجليزية والوصف باللغة الإنجليزية، عرفت شلون؟ يعني تطلع المعلومات مترجمة بكل بساطة، ما بيها لا علم لا فهم، بس تبدل تخلي وترتب، بس يكون شي مفهوم ومو فد شي هوسة.
هنا عندك رابط القناة، هذا يصير رابط مخصص، هذا بعد ما اليوتيوب ينطيك إياها بعد الألف مشترك تقدر تسوي هالشكل، يصير أحسن إنه بالحفظ بالنقل يصير أحسن من هذا اللي فوق، يعني اثنين هم يفتح نفس الشيء. أما تريد تدزها لواحد تنسخها منه وترسلها. تقدر تحذفهم، تحذفها هذا إذا ما تريده المخصص، تبقى على هذا الأصلي. طبعا إيش اسمه اللينكات اللي هنا موجودة، هاي تقدر تخلي 5 لينكات تبين، هسه راح نشوفها راح تبين هذني، تكتبها بش الطريقة احترافية، أما تكتب اسم رابط الموقع التواصل مثلا فيسبوك، تخلي رابط الانستغرام، تخلي رابط هالشكل. شوف مثلا سان يوتيوب ما كتبت يوتيوب، كتبت اشترك في قناتي، يعني انت هنا تتحكم بالنص والمتابع والمقابل تخليه الرابط. مثلا سناب شات ما اريد اكتب سناب شات، اكتب سناباتي، تيك توك، وهذا موقع مال تصوير، مال صور، موقع تطبيق عالمي مال تصوير، تقدرون تتابعوني عليه. المهم تضيفه بهذا الشكل، تنطون بابليش وخلص. بس نجي نشوف آخر شيء هذا الرابط وين راح يصير. نجي على فيو تشانل حتى تشوفون التغييرات وين صارت. مواقع التواصل هنا أنا راح تصير قدامكم على الكاميرا، سناب، تويتر، يوتيوب، شوفوا مكتوب اشترك في قناتي، انستغرام، فيسبوك. اذا تجون على اباوت اللي هي نفس المعلومات اللي كتبتوها راح تشوفون الروابط هنا جوا، شوفوا شلون مرتبة تطلع. اكو ناس يخلوها على شكل رابط هالشكل بوحدة يطلع فتشي نشاس، هالشكل يطلع القناة مرتبة واجهتها حلوة، اللي يدخل ما يضوج. هذا كل ما بالموضوع، اتمنى الفيديو عجبكم وشكرا على الدعم والتشجيع، واتمنى تشوفون باقي الفيديوهات مالت القناة ونسمع آراءكم. وهنا أنا مرات انزل اسئلة تقدرون تشوفوها، تفاعلون من المنشورات، اكون جدا سعيد. وسوينا حملة دعم بعض القنوات موجودة ويانا، يستاهلون لان محتواهم مرتب. انتوا اذا عندكم محتواهم دزوا لي على الانستغرام وانا اشوفه، وراح ابدا انشر واحد واحد من يوم 27 شباط، اللي هو الفكرة اللي دعش لافتتاح القناة مالتي. وشكرا على الدعم والتشجيع والمتابعة، تحياتي.